بالنسبة لأخبار المحافظات، في مطروح تم الإعلان عن بدء تلقي طلبات تراخيص الشماسي والخدمات في شواطئ موسم الصيف يوم الأربعاء المقبل. في الشرقية تم تركيب الانترلوك بشوارع منطقة منشية السادات. كمان في البحر الأحمر، مطار مرسى علم الدولي استقبل 27 رحلة طيران دولية أوروبية. وفي القليوبية تم توريد أكثر من 25 ألف طن من القمح للصوامع والشون بالمحافظة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح تم الإعلان عن فتح باب التقديم لتراخيص الشواطئ للشماسي والإشغالات في الموسم الصيف السياحي لصيف 2024 يوم الأربعاء المقبل، من خلال التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مطروح. في الشرقية أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات بمساحة 5000 متر من إجمالي 14000 متر، وبتكلفة إجمالية 3,165,000 جنيه، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع المدينة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين. في البحر الأحمر، استقبل مطار مرسى علم الدولي 27 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 158 رحلة طيران بيستقبلها المطار بداية من الأسبوع الماضي وحتى نهاية الأسبوع. وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في القليوبية، أعلنت المحافظة انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية منذ انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة. وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 25,565 طن من القمح للصوامع والشون والبناكر، وسط متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين. في سيناء، بدأ 3500 صياد أسماك بشمال سيناء رحلات صيد الأسماك للموسم الجديد ببحيرة البردويل من على ظهر 1228 مركب انطلقت من خلال ثلاث مواقع جاهزة للصيد، وهي التلول وأغزيوان والنصر. وبتبلغ مساحة بحيرة البردويل 165 ألف فدان، وبتتميز بالبيئة الطبيعية اللي بتسهم في إنتاج العديد من الأسماك عالية الجودة ذات السمعة العالمية زي الدنيس والأروس واللوت والعائلة البورية. في المنيا، أعلنت المحافظة توقيع الكشف على 2731 حالة خلال قافلتين طبيتين بالمجان بقرية الفقاعي بمركز أبو قرقاس على مدار يومين، وقرية دير العذراء بمركز صملوط ضمن مبادرة حياة كريمة. في المنوفية، بتشهد المحافظة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركز ومدينة إوسنا لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة إنهاء المشروعات، حيث يتم تنفيذ 14 مشروع خدمي وتنموي بنطاق مركز مدينة أوسنا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية بتقارب 127 مليون و98 ألف جنيه.